الصبر مر يا عفاف. بقول لك ايه، انا عيني بترف على الصبر وانا قلبي بيرف. بقول لك ايه، حل عن سمايا النهارده. اسمعي بس، ترم نفسك على الصبر. يا هشام البلديه بتعملوا ايه؟ عفاف مالك؟ حضرة الصون، البلدية جت شلت الترابيزة وعدة الشاي وقلقيها، عايزين ندفع غرامة. ما هو وقفتك في الشارع دي ممنوعة يا بنت الناس، وبعدين الغرامة هتدفعيها، حق الحكومة ما بيروحش. طب اجيب منين؟ كل يوم والتانية غرامة، أنا خلاص فلست. وإيه اللي مخليكي مستحملة القرف ده كله؟ نعمل إيه؟ أكل العيش. اسمعي، أنا هكلم لك المعلم بوعي صاحب القهوة، تشتغل عنده بيومية محترمة أحسن من البهدلة وجري ورا البلدية. ومال إيدي على كده، يلا بينا وربنا يعمل ما فيه الخير. كتر خيرك يا سيمرسي، تعبتك معايا. ما تقوليش كده عفاف، ده انت ليكي معزة كبيرة قوي عندي. بقول لك إيه؟ ايه، انت تروحي دلوقتي وبكره تروحي القهوة بدري، وانا حاجة اشرب الشاي معاك. تشرف. خير يا استاذ مرسي. صباح النور على البنور. حالا هجيب لك الشاي. بتفتح يا جدع على الصبح؟ انا برضه اللي فتح ده، انا نايم مقات من كتر التفتيح. بقول لك ايه يا مشاوير، بلاش اللون ده معايا وتلم. طب ما انا عايز اتلم. بس انت اللي مجافي يا جميل. اوف، وبعدين بقى ما سيبنا نشوف اكل عيشنا على الصبح. علي النعمه، انا مستعده اكلك اللي محدش داق. يا دي النهار اللي مش فايت. بقول لك ايه، انا قرفانه وان مرمعتش النهارده هوريك شغلك. الله الله الله، شاهدين يا جدعان. الله يا مشاوير، ايه انت ما تملكش فرتك يا مرسي؟ انا هربيك. هتربي مين انت؟ تربيه العالم انت؟ انا تربيه العالم. خدمة؟ لا اخويا، انا مش عايز خدمات. مع السلامة. الو، ايوه انا، مين اللي بيتكلم؟ انا مرسي بسطاوي، صدفة ما بحس الاسم مش الغرض. انا عايز اتكلم معاك بخصوص الواد اللي عندك اللي اسمه مشاوير. ايوه، بيعمل عمايل كده مش هي. الله الله، انت ايه يا انت عايز ايه؟ انا جاي اشوف اللي اسمه منصور. منصور بيه؟ لا بيه ولا تيه، مش مهم عندي. وانت بقى عايزاه في ايه؟ انت هتفتح لي محضر؟ طب تعالي بقى استنيه بره. ايه عينك كده؟ الله، في ايه؟ ايه بك دي؟ لا بك بتقعد علينا بيه؟ ايه بك انت في ايه؟ بتشخط ليه؟ طلعها بره، مش عايز الاشكال دي في. جرايه بيه؟ هو انا جاي اشحت؟ انا جاي اقول لك تبعد عني الواد مشاوير اللي مضايقني في الرايحه والجاي.
يمكن بيستلطفك. دي تلاقيح جيتك مستخف نفسه. انت بتشتغل ايه يا بنت؟ قهوجيه. طب روح انت ولا هبقى اشوف الحكايه دي. هي عايزه دش. الله، ايه اللي جابك هنا؟ جيت اشوف البيت علشان يبعد عني مشاوير. ما انا كلمته في التليفون وكنت جاي له عشان كده. المهم قال لك ايه؟ هيشوف. طب تعالى بس عليك. لا مشكله. لا 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 وقف عليا اتفضل. بقول يا ست عفاف. قول يا سي مرسي. كنت بقول يعني ولا بلاش. عايز تقول ايه يا سي مرسي؟ في الحقيقه انا خايف اقول. وايه اللي مخوفك؟ خايف تقولي لا. لا على ايه؟ يعني هتوافقي؟ يو مش بس لما اعرف على ايه. ايه رايك اللي يوفر لك لقمه العيش بدل البهدله اللي انت فيها دي؟ مش فاهمه بصراحه كده. انا عايز اسدتك. معقول الكلام ده؟ وليه مش معقول؟ انت مش اقل من الستات اللي متهنيين في بيوتهم. قلتي ايه؟ قلت انك راجل طيب واي واحده تتمناك. يعني موافقه؟ بس في حاجات كتير لازم تعرفها عني. انا عارف عنك كل حاجه. زي ايه؟ علمة يعني بترقص في الافراح؟ تمام يا باشا. واللي كانت بتشغلها عمتها ما انت ليك تعرف مين يا ولا؟ ما هم كتير اللي بعرفهم. زكية كايرو بالاس. انت بتتكلم جد؟ مش دي اللي ماتت في السجن؟ عفارب عليك يا باشا. ايامها كنت انا وانت في ال انت هتلخبط في الكلام ولا ايه؟ مش هتطلع بره. لا مش قصدي يا باشا، ده بس من باب التذكره. خساره بنت زي دي تتمرمط. الله، لكن ايه اللي شغال قهوجيه؟ ما انا جاي لك في الكلام. يعني مش هيجي عليك يوم وتكرهني؟ في حد يكره روحه؟ ازيك يا مواهب؟ يا اختي انت فين؟ محدش بيشوفك. دي الافراح ضلمت من بعدك. اصل ال ايه اتجوزتي؟ ايوه انا جوزها. الف مبروك. لو انها خساره دي كانت بهاز زمن وسطها بتلم شويه وشويات. عن اذنكم. ايه ساكت ليه؟ بفكر. مش قلت لك؟ انا بفكر في حاجه تانيه مهمه. ايه؟ امتى نتجوز؟ البنت دي تتفرج عليها لما تتنجد. ده اللي هعمل بيها عمالي. ايوه بس دي مش اللون بتاعنا. بتاعنا؟ وحياه ماما، انت يا اخويا بتجمع ليه؟ انا مش قصدي يا باشا، انا بس مش حاطط تتورط. كفايه البومب اللي احنا خدناه من فاكهه نص الليل ومن كام الناقصه. ما هو دولت كانوا مجايبك، انما دي بقى انا اللي هدورها. الو، اهلا يا عمنا الليله دي. ماشي. سهام؟ لا سهام في سويسرا. بتقضي 10 سنين اعاره. بعدين هبقول لك. نتقابل ان شاء الله في النايت كلوب. ماشي عمنا، باي. البضاعه اللي هنستلمها الليله دي تروح على المخزن وما تتصرفش الا لما اقول لك. حاضر يا باشا. يلا يا حلت امك. اخلع. اسم مواهب ده كان اسم الدلع لما كنت قاعده مع عمتي. قصدك الاسم الفني؟ بس اسم جميل، واللي احلى منه كمان اسم عفاف. طب استاذن، انت مصممه تروح الفرح النهارده؟ اصل ام العروسه كانت جارت عمتي والمجامله واجبه. ماشي. طب ايه رايك نحدد يوم الخميس الجاي ان شاء الله؟ زي ما انت عايز. عن اذنك. انا بالسلامه. شوكت عملت ايه؟ لا شوكت السعر ده ما عجبنيش. احنا بضاعتنا مستورده على الزيرو. لا لا انا عندي اللي يشتري بالضعف. سيبك من المعلمين الكحيت اللي انت شغال معاهم دول. مع السلامه يا حلو. عملت ايه؟ كله اخر تمام، بس التخزين كتر عندنا. انت خسر حاجه يا حمك. انا عارف بعمل ايه.
قلبول ايه؟ عندي ليه خبر انما اخر فل. ايه؟ البنت عفاف معزوم النهارده بفرح وهترقص فيه. عرفت مكانه؟ ايه اللي عرفت مكانه؟ طبعا، بس ده في حته بلدي شويه. واحنا يعني المستراليا؟ جريح حساله، اصحى. حاضر. يلا بينا. شربات يا ناس. مشغول شوية. طب حالا هجيب لك الفطار واروقك. ايه الحكاية يا مشاوير؟ مش عارف أو كلهم بحال. بقول لك ايه؟ اخلعي لي منه قرشين يا احسن، انا مشلف قوي. حاضر من عيني. تسلم عينيك. Thank you.
دي شقتها ورثها من مرحوم ابويا، وابويا الله يرحمه ورثها عن جدي، وجدي ورثها عن جدي السبعه. ايجارها على قد الحال. نعم كويسه. اللي بنت حلال. اتفضلي. فجأة بصت لقيت والقاسة بتسبق في يدها، كنت أنا. اتفضلي. إيه بقى الصالون؟ ياما قعد فيه ناس حلوة وناس كويسة، ناس من دقيقة. مين العيلة؟ لا، زمان الوالد الله يرحمه في الشغل. هو كان بيشتغل في الجامعة، فراش. كانت أيام. يلا، تعالي، اتفضلي. هي دي الصالة اللي بيسموها الفسحة. الصالة؟ أمال فين أوضة النوم؟ الساعة جلاوة يا جميل، المحطة الجاية. مش عرفني. اسأل روحك. ما انت روحي وعقلي. على العموم هحاول اروح واستأذن وارجع لك على طول. صب انت الشاي. حاضر يا اخويا. الجرجير حلو مفيد. صباحية مباركة يا عريسنا. حد يروح الشغل نهار الصباحية؟ الود ود ما كنتش عاوز اروح. طبعا يا عم معاك القمر تلبدلو. ابدا والله، ده انا قمت من النوم لقيت رجلها ملخلخة ومش قادر اقف. تفتكر من ايه؟ تاخدش ببالك، هي بتبقى في اولها كده. بس نصيحة مني ليك يا اخويا، طول ما تد ظهرك للحمام تفضل ركبك تمام التمام. انا اللي جبته ده كله لنفسي، عن اذنك. اسحب. ايه الاخبار يا بشاوير؟ كده؟ طب استناني انا جاي حالا. ايوه ربنا ياخد بيدك يا مرسي. هو انت قطيعه بندحرج الصباح على ست الملاح؟ مش تقول ان انت ما انت ما قلتش مين اللي بيخاف. عايز ايه؟ ايه اللي عايز ايه؟ الباشا بيصبح ويبارك وبعت معايا الحلو كله. طب ودي وشك الناحية التانية ومد ايدك. من عناني امد ايدي. اهدي. دي بقى ما تبصش. ما انا معرفش اتكلم من قفايا. طب لف. لفيت. ايوه كده. انت اللي كنت واقف سنكون في حارة سد.
الباشا باعت لك الهديه دي، ده صنف غالي، كلنا مستورده ورد الخارج، والغالي ما تعطرش بيه الا الغالي يا غالي. مشاوير هنرجع للاسطوانه اياها ولا ايه؟ هيفيد بايه؟ مشاوير والرزق على الله، مشاوير مشاوير، اصبر يا مشاوير. اف كتكنيلك مجايبك. Like
اهلا سيدي. ازيك يا اخويا؟ الحمد لله. على فين؟ مروح لمؤاخذة. مروح؟ طب ما تيجي نقعد شوية كده في فرح الدوتش في الحارة اللي ورانا. مش حاضر لمؤاخذة. ليه؟ أصل الجماعة لوحديهم في البيت. فين يا اخويا؟ في البيت. النبي أنت طيب يا سيموتي. الله أنت باين عليك نايم في العسل. أنت هتقر. أنا فعلا نايم في العسل. وبصحى على العسل. أيوه بس طبق العسل بتاعك عافف عليه الطير. طبعا العسل بتاعي قصدك حفاف؟ لا 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 ايه مالك يا سمورتي كنت كان مفيش حاجه انت كنت كان هنقل علم انت اخويا وحبيبي الله اسمع بس عليا مراتك حفاف بترقص ورا في فرح الدوكش فرح الدوكش ايوه اخويا ده انا هقلبها دندره باذن الله الله اقلبها يا اخويا الفلوس دي بتاعت ايه؟ سمورتي يا خدتني اتكلمي الفلوس دي منين؟ انت بتشك فيا؟ انا قلت المعيشه غاليه قلت اساعدك عليها من غير ما تقوليلي صدقني كنت هفتحك بالموضوع وطالما بشتغل بشرفي ومحافظه على اسمك ايه المانع كده ما نام بالشرف مفيش مانع يلا مين صباح الخير ممكن ادخل متشكر بأمرة ايه؟ حط الحاجة وبالسلامة انت يا سلام عليك يا دنيا بقى نص زكية لو كانت عايشة كانت تقبل عليك العيشة دي قصدك مين؟ عمتي؟ الله يرحمها كانت تحب الفخفاخة والنغنغة وانت كان لازم تكوني زيها كان لازم اسم كايرو بلس يفضل ملعلع ومنور في الأفراح والليالي الملاح الاسم كده مفيش حاجه اسمها الاسم كده انا لما شفتك بترقصي في فرح قرايب مشاوير اتهبلت واتجننت لما عرفت ان عمتك تبقى زكاه كايرو بلس انت لازم اسمك يتكتب بالنيون على المسارح والكازينوهات والافلام عارفه لما جيتي لي مكتبي فكرت على طول في الفن انت اتخلقتي عشان تكوني فنانه اعمل ايه ما لقيتش حد ياخد بايدي واستعجلت على الجواز ليه ومن مين من مرسي مرسي يعني هتفضلي عايشة تحت واللي أقل منك فوق اللي زيك لازم تتجوز الجوازة اللي هي يبقى عندها فيلا تركب سلاموكا يعدلها ربنا إن شاء الله هيعدلها أي حاجة تحتاجيها لها تحت أمرك فيلتي ومكتبي مفتوحين لك متشكرة يا أخوي دفتر التفوير ده باسمك ب10,000 جنيه دي حاجة شخصية مني ليك ما أقدرش عيب وشيليه في حتة من الدارية وهو مرسي يعرف الحكاية دي ليه؟ طماع أصله سبق قبل كده خد فلوس من اللي كان متجوزهم وراح اشترى بها طين في البلد يا لهوي هو كان متجوز قبل كده؟ أمال إيه؟ بس اوعي تجيبوله سيرة هيلفقلك تهمة باي باي يا حلوة باي باي يا حلوة يا بنت الحبايب مع السلامة صباح الخير يا رسول صباح الخير انت متاكد ايه يا اخويا ما كنتش حبيبي ما كنتش اقول لك لا بقى انا لا بقى هنا ولا يتعامل فيا كده الله ما تخافش يا سيب الله ما تخافش سلام عليكم سلام يا مرسي العروس الآلية حرام مصري حرام الو ايوه مشاوير كده طب خليك عندك واول باول تبلغني ربنا كنت هتهلك مين اللي جاب الدول ده منصور مش كده واختيهم ليه لما انت كده جوزتيني ليه سيبني يا مرسي اسمع يا عفاف
انا طول عمري عايش بكرامتي وشرفي. اذا كان الجواز هيضيع لي شرفي وكرامتي ملعون ابو الجواز. لو بتشك فيا طلق. اطلقك؟ هو ده بقى مربط الفرس مش كده؟ عروس الامس تطلب الطلاق اليوم. طب ليه؟ ليه دي يتقال فيها كتب؟ اسمعي يا بنت الناس، انا اعرف ازاي احافظ على اسمي. يخرسني ربنا لو كنت خنتك. خلاص يبقى نعيش على قد الحفنه، وانا وريتك لحافي، وانت قبلتي كده ولا لا؟ كده. خلاص سيبيلي انا منصور، انا ليا حساب معاه. اوعى من وشي، اوعى من وشي. على فين يا حاج؟ اوعى من وشي يا استاذ. خد يا استاذ. سيبه سيبه، يكون في علمك بقى انا راجل وهعيش راجل وهموت راجل كمان. ما تقطعش، قول ان شاء الله. ايه الحاجه بتاعتك ايه؟ والله الغني عنها. الله الله الله، ايه ده بس عبد السول؟ ازاي انت فهمت غلط؟ صح غلط، هو كده. بس انت كده بتحرجني. امال انا اقول ايه؟ ازاي تفتح دفتر تفضيل لمراتي ب 10,000 جنيه ليه؟ شفت بقى؟ هو انت كده ما فهمتنيش. معذور. ما انا لو فتحته باسمك هضرك، لان من اين لك هذا؟ هشك فيك. العمل اكتبه باسم الست. متشكرين يا سيدي، احنا كده كويسين، راضيين بعشتنا والحمد لله. ويكون في علمك لا انت ولا الواد مشاوير بتاعك تهوبوا ناحيه بيتي. ده تهديد بقى ولا ايه؟ والله افهمه زي ما تفهمه بقى. كده؟ طب اقول لك يا حلاوه، بص الباب اهو، مطرح ما جيت اتفضل. مع السلامه يا حلو. طب مرسي. وانت بتكلميني ولا اللي في ايدي كبده مني؟ اللي في ايدي هو اللي هناكل منه ولا هنصوم؟ راحتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مرسي. ممكن استاذن النهارده يا فندم؟ خير؟ ابدا، عندي شويه ظروف كده في البيت. طب خد. ايه دول؟ دول تذكرتين لحفله الليله، خد مراتك وتفرجوا. شكرا يا فندم. السلام عليكم. مع السلامة يا مرسي. السلام عليكم. عليكم السلام. زود لي العجلة الورانية. كلهم بقى عارف. ازيك يا مرسي؟ اهلا مشاوير. بقول لك ايه؟ نعم. ايه؟ عزمك الليلة في فرح اخر تمام طلعت صاحبنا. معلش عارفين، اصل انا جاتني تذكرتين في كازينو حصل انا والجماعة هناك. واجب برضه. ربنا يخليك للجماعة اخويا. الله يخليك، عقبال اولادك. هو الباشا فين؟ موجود. فين ايه يا رب؟ سيبينا شويه. تمام التمام، شمشمت ووضبت. والتنفيذ امتى؟ الليله لو حبيت. بسلامته معزوم النهارده هو ومدام في حفله. طب رتب نفسك على الليله، ولازم تكون جاهز، عايز العمليه ديت ما تخرش الميه. عيب يا باشا، ده انا مشاوير. وخد البنايه معاك، وبالليل تكون الامور مستتبه. امرك يا باشا. ايه كان عايزك ليه؟ هنروح ماموريه انا وانت. سفر برضو؟ لا دي محليه. ونوع الماموريه؟ هقول لك وهفهمك على كل حاجه. بقول لك ايه يا عفاف؟ ايه؟ ما تيجي ندخل الفيلم ده. والحفل؟ على ايه؟ ده فيلم حلو قوي، بس خلي بالك ده فيلم رعب، اوعى تخاف. انا ما بخافش. كده؟ طب تعال ما اخوفك، يلا بينا. مسكرتين بالكون لما اقصد. هلو مستر بيجي. من انت كابيتو كاسك عامل كي يا غرطم؟
معقوله ست متجوزه تستنى جوزها على قريعه الطريق؟ اصل في سوء تفاهم بيني انا وحماتي وهو شويش. ما تعطلش نفسك، كتر خيرك يا اخويا. معقوله اسيبك وانت تبقى معرضه لاي ذئب؟ ايه هو هنا في ذئاب؟ الذئاب البشريه ماليه الدنيا. في حاجه شويش؟ لا ابدا، شويش كتر خيره. لما قلت له ان جوزي جوه بيحل سوء تفاهم بيني وبين حماتي وقف معايا. ومشكله هتصول وحليت المشكله؟ ايوه، اصل ام الله يرحمها شديده شويه. الله يرحمها. يرحمها من العصبيه اللي هي فيها اخويا. يلا بينا مراتي. يلا مشكله هتصول. ربنا يخليكوا لينا يا رب. شكرين. خير اللهم اجعله خير. مين اللي بيخبط دلوقتي؟ مين؟ قوم شوف مين. قوم. مين؟ افتح بوليس. خير اللهم اجعله خير. لازم حصلت حاجة في القسم وعايزيني فيها. انا اذنك. انت مرسي البسطاوي؟ ايوه، من خوض مبحث القسم يا فندم. فتشوا الشقة. ايه ده؟ ليه؟ يا خرابي، عملت ايه يا مرسي؟ في ايه يا حظابط؟ في بلاغ انك بتتاجر في المخدرات. انا كذب. يا خراب بيتك يا عماد. انا مش ممكن اعمل كده، مستحيل. يعني ايه؟ جايبينها معانا من بره. ايه دي يا اخويا؟ انا شرفني، انا راجل شرطه شريف يا فندم. هتوب هتوب يا اخواتي. يا مرسي يا خراب، عملت كده ليه يا اخويا؟ وقعت عليا وعلى مين دلوقتي؟ جيب العوائق سليمة يا رب. عفاف. ايوه يا مرسي. انا وقعت والتهمة لساني عفاف. والحل يا اخويا؟ تروح المنصور بيه عفاف اللي اشتكيت له من الواد مشاوير. ايوه عفاف. روحي له مكتبه وبيته اي حتة هو فيها. حاضر. المهم انا راجل وافي. ثانية يا اخويا. هيخلصني من الواد ده انا فيها. حاضر. بسرعة عفاف. خير يا عفاف؟ مصيبة يا اخويا، قبضوا على مرسي ولقوا في البيت حشيش. مرسي حبيبي، لا حول ولا قوة الا بالله. وحياتك تكلم البيت، شوفوا لنا يمكن عنده حد يساعدنا. من عينيا يا اخي، بس اديله خبر. ايه اللي بسمعه ده؟ ده مؤاخذة يا بيه. ايه الحكاية؟ تعال، امشي انت. حاضر يا باشا. اهدي كده ودلوقتي. فاهميني، اقعدي. ماله مرسي؟ نايمين لا بينا ولا علينا. وفجأة لقينا البوليس دخل ولقى حشيش وخده مرسي. حشيش؟ أستغفر الله. ليه يا مرسي؟ ليه كده يا ابني؟ أنا مش مصدقة مرسي يعمل كده. الشيطان وحش برضو عفاف. يعني معقولة يكون بيبيعه؟ العلم عند الله. على العموم مرسي ده حبيبي وغالي عليا قوي وعزيز عليا قوي ولازم أقف جنبه. ما نحرمش منك. ما تحمليش هم. أنا جنبك من جنيه المليار، حتى لو مرسي اتحبس، أنا برضو جنبك. ربنا يقدرني على رد جميلك، أستأذن أنا بقى. طب ما تخليكي للصبح. معلش. تاخدي فلوس؟ معايا. طيب، ما تفكريش في أي حاجة، ولا؟ أيوة يا باشا. عفاف لغاية بيتها، وأنا حفيت عليك الصبح. تعيش. مع السلامة. اتفضلي. مع السلامة يا غالي. وابتدى المشوار. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. شد حيلك عفاف. الشد على الله. مكتوب علي ارجع للبهدلة من تاني. انت بتتكلم ازاي؟ انا واقف جنبك ومعاكي. كتر خيرك، لو استحملتني النهاردة هتتضايق مني بكرة. انا عمر ما اتضايق منك. ونصيحة مني بقى، بلاش تزوري مرسي في السجن. ليه؟ اصل المؤاخذة اللي بيتهمهم في حكاية الحشيش دي بيراقبوا القريبين منهم، ومسألة الزيارة دي حاوم بيها أنا، واللازم كله هيعمله واد بشاوير. اطمني اطمني جامد يعني. ماشي. في ايه ولا؟ كلمة بس. أنا إذنك عفاف. اتفضل.
ازاي الكلام ده؟ ده شفته بنفسي. طب روح انت. حاضر. لا اله الا الله. ايه؟ في ايه؟ شمعوا الشقة بالشمع الاحمر. يا مصيبتي، طب انا هروح فين واجي منين دلوقتي؟ اهدي امال، اهدي، اعتبر نفسك في بيتك وكل طلباتك هجيبها لك انا. انا هرجع القهوة تاني. عيب ما تقوليش الكلام ده، اعتبر نفسك في بيتك واعتبريني مرتي. يلا، يلا خدي حمام وبعدين ننزل السوق اشتري كل لوازمك. ها؟ يلا يلا يلا. والله وقعت حلو. ما ولا مرسى اهو ما حلمناش منكم يا رب، ربنا يخليكم لينا. ازيك يا مرسي؟ الحمد لله. تعال نقعد في حته. تعال شوف لنا حته كده لمؤاخذة. تعال نقعد هنا. مؤاخذة شوية. عنك اخويا، عنك الجد، عنك. ربنا يكرمك. الناس بتتعبوا قوي هنا. ايه؟ يا اخويا. ازيك يا مرسي؟ عامل ايه يا اخويا؟ زي ما انت شايف بلم زباله واكنس ورش. انت من ناحيه بترش وصلني. حقك عليا. لا ولا يهمك. انما قول لي عامل ايه يا اخويا؟ شد وتزوق. الحمد لله. بقول لك ايه يا مشاوير؟ نعم يا اخويا. ما عندكش فكره عفاف عامله ايه؟ يا جدع فكر في نفسك. الباشا بيقول لك ما تعملش اي هم، يوم ما تخرج بالسلامه هيعينك مستوظف عنده. اصيل يا راجل ده. بس انا لما سالتك عن عفاف قلت لي فكر في نفسك. معناها ايه الكلمة دي يا مشاوير؟ مش وقت يا مرسي، أنا جاي أزورك وأطمن عليك. بقول لك إيه، الباشا حاسب لك أخويا ميتك من يوم ما أنت شرفت اللي ما يتسمى ده. ربنا يخليه، بس لو أعرف مين اللي رماني الرمية السودة دي. ربنا كبير على المفتري وابن الحرام. أنت وحوش تاني قوي بالنسبة لعفاف. بقول لك يا مرسي، أنا أخوك أخويا، ها؟ صح؟ صح. بصراحة انت ما كانش ليك البت دي خالص. الله الله الله، ده كلام كبير قوي وله معنى جديد. فطمنا يا مشاوير. ها؟ هقول لك ايه بس، ما انت هضيقك. انت كفايه الضيقه اللي انت فيها دي. اذا كان في حاجه كده ولا كده قول لي وانا اطلقها. استغفر الله العظيم. في ايه يا مشاوير؟ معقوله مرسي يعمل ده كله؟ وشرفك يا باشا، ده اللي حصل منه بس. قال ايه؟ بيقول يعني ان حضرتك اللي عملت له حكايه الحشيش دي. انا اللي زي ده حرام العيشه معاه. الخسيس خسيس. تعرف يا باشا، ده فهمني كمان ان هو هيبعت لها ورقه الطلاق. اخص عليك يا مرسي. بقول لك يا عفاف، انت يوم ما هتطلقي من الراجل ده يوم ما هتنفتح لك ابواب الشهره والمجد. انا هخلي العالم كله يتكلم بمولد اكبر نجمه استعراضيه. عفاف. عفاف عبد الجبار يا فندم. فكر يا مرسي كويس. الطلاق مش سهل. يا فندم الست اللي ما تصونش شرف جوزها وكرامته ما تستاهلش العيشه. اللي يريحك. انا اسفك يا فندم.
الفخر والاعزاز اقدم لكم امل السينما عفاف مساحي عفاف، وقررنا تاسيس شركه للانتاج الفني باسم عفافكم مساحي عفافكم، ولا هدف مني مساهمه فعفافكم انا انا وانا انا انا. ايه رايك؟ اول مره اشوف ارانب لابسه بدل. وصول انا عايز اتكلم. انت مال ايدك منها؟ زي الخاتم في صباعي. بس برضه محتاط واجب. ما تخافش، هنعمل بيها عمليه زي اللوز لانها جديده لك. معقول؟ يا جماعه انا اتفقت مع شوكه بيه ان احنا نعمل فيلم كبير استعراضي، فيلم لعفاف في ساحه العفاف. حلو 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 وعجبني يا ولا حد قادر
مش قادر افهم المصاريف اللي بتصرف دي كلها لازمتها ايه؟ مصاريف مصاريف ايه؟ الفيلم اللي بتعمل ده فيلم فيلم ايه؟ نيم انت طيب. دي كلها لمبتين متولعين على العالم تقول لك اسطوب وما اسطوباش وحتتين خشب ورأس من لازم منه، وبعد كده الاسم يكبر نصفرها بره تجيب المعلوم. معلوم؟ معلوم ايه؟ فلفل يا اخويا فلفل. فلفل ايه؟ فلفل بس بدل ما هو فلفل اسود انه بادي بقى ابيض مالا. قصدك صور هنصور. صور يا اخويا صور. بس عامل لي بس دراع اليمين لي شاوكات وانا بفهم في كل حاجه. هنصور هنصور. حاضر يا بيه صور. جبت لنا الكلام تمام يا فندم. سيب وانت اقف بره. ازيك يا حضره الصور؟ الحمد لله وصل يا باشا. خلاص انا الرتبه دلوقتي سجل 425. بس الرتبه محفوظه برضه. ده بس من اخلاق سعادتك. اه يا مرتي. ما يصحش يا فندم. اه يا مرتي. ما يصحش. اه. اخير. انت بريء يا مرتي. انا فعلا بريء. بريء. والله العظيم ثلاثة بريء. كنا متأكدين انك مظلوم والتحريات اثبتت كده. وعرفنا مين اللي دبر لك القضية. مين يا فندم؟ منصور ولاد مشاوير حبوا يخلصوا منك عشان يستغلوا مراتك. ازاي؟ انا هفهمك على كل حاجه. انت النهارده هتخرج افراج صحي وبعدين عليك. ربنا كريم. اهلا بالرئيس مرسي. كفاره متشكر يا طابع. اتوعد شاك للرئيس مرسي. الله يخليك. بس انت ظلمت يا مرسي. ربنا موجود. ان ربك على بالمرصاد. ظلمت عفاف وطلقتها ليه؟ يعني كنت عاوزنا اسيبها على ذمتي بعد اللي حصل ده كله. الواد مشاوير كذاب. كذاب يعني ايه؟ يعني هم اللي حطوا لك الحشيش وزنوا على دماغك عشان تطلقها ويلعبوا بيها. علمت بص بصورة عفاف. عفاف؟ بقالي يومين. بقول لك ايه؟ نعم. مش اللي كانت خارجه بالعربيه دي؟ هي عفاف. انا جاي لك مخصوص يا مشاوير. يا ترى الباشا لسه عنده وعده ليا اللي قلت لي عليه في السجن؟ وعد ايه يا اخويا؟ انه شغلني عنده اي شغلانه. صحيح. بس الايام دي يعني شوف يا مشاوير، انا عاوز اشتغل اي شغلانه اكل بيها لقمه وعيش. انا شخورت قوي يا مشاوير. اما بالنسبه لعفاف ده موضوع انتهى. كل واحد بياخد نصيبه. عناية الاثنين يا اخويا. انا اخش اكلم الباشا كلمتين كده وربنا يعمل فيه الخير يا اخويا. ربنا موجود. الف حمد لله بالسلامة.
في ايه يالا؟ انت مطمن له؟ سيبهولي. طب اتصرف معاه، على الاقل يبقى قدام عينينا ونتقي شره. حاضر يا باشا. يا دنيا غرامي. شوف يا مرسي، انت طبعا اخوه حبيبي، انا تعبت قوي 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 مع الباشا. كتر خيرك. هو قال بقى ان انت تشتغل هنا جنايني وهتنام معايا هنا بره في الاوضه اللي بره. جنايني جنايني بس اكل لقمته واعيش معاه. يا سلام، منصور ده حظه في الليل. ليه؟ من غير ليه. تأكدي ان العمل اللي بنعملوك ده نجاحه مضمون جدا. بس انا خايفة. كلهم في الاول بيخافوا، لكن نجاحك مضمون لان الناس مشتاقة للجديد، وخصوصا لما اكون في جمالك ورشاقتك. مش للدرجات يا شوكة بيه. واكتر. تليفون يا شوكة بيه. عن اذنك شوف الهانم تشرب ايه. الهانم تشرب ايه؟ عصير. حاضر يا فندم. ايوه شوكت، ما تليدس اتصل بيا من اليونان وهو جاهز. اه يعني اعمل حسابك عفيف، لازم تسافر. ارمي لها البنيه دلوقتي. مع السلامه. مع السلامه يا حلو. ده منصور بيطمن عليك. تصوري مصمم نبتدي تصوير الفيلم في الخارج الاول. هو احنا هنسافر بره؟ طبعا، اليونان وتركيا وبلاد تانية. بس انا ما عنديش ملابس للاستعراضات. عاملين حسابنا. اول حاجة هتسافري عشان تشتري كل لوازمك من بره. لوحدي؟ انا عمري ما سافرت بره. هنكون معاك. تحب تاكل حاجة؟ لا مرسي، فرصة تانية. باي باي. اتفضل. تمام يا فندم. اخبارك ايه؟ مرسي اتصل بيا، منصور بيجهز العمليه جايه من لبنان تحت ستار عمل فني. وطبعا الرقاصه هيكون لها دور. ما هي الضحيه يا فندم، المصيبه يا فندم ان منصور واللي معاه فاهمين ان هم اذكياء. الذكي هو اللي هيضحك في الاخر، وان شاء الله المره دي منصور واللي معاه مش هيفلتوا من ايدينا. ان شاء الله يا فندم، عن اذنك. ربنا معاكم. جاهزه يا حبيبتي؟ كان نفسي تكون معايا. معلش انا ورايا اشغال، البركه فرج، فرج من رجالتنا ودراع شوكة اليمين. خلي بالك منها فرج. خدام يا باشا. اول ما توصلوا هتقابلوا ماتيليتس، هيشتري لك كل حاجه، هدوم ومكياج وكل حاجه. يلا عشان اتاخرت على ميعاد الطياره. باي باي. باي باي. خلي بالك فرق. المكياج موجود في اوضه حضرتك، بس فهمي منصور بيه ان في ثمن قطع جم، والباقي ان شاء الله المره الجايه يكون كله تمام. هو انا هاجي هنا تاني؟ تشرفينا. وسعداء ان نقدم لكم من الفن المصري الفنانه فاف.
Thank you.
بقول لك يا معلم، الكلام في تليفون ما ينفعش. تعالى المكتب نتفاهم. مع السلامة. ممكن ندخل؟ أهلا أهلا أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحشتيني. أنت كمان. بالسلامة أنت يا فرج. هل بقول حاجة شوكة فيه؟ لا طمنه. قول له الأمورة واصلة. حاضر. مع السلامة يا حلو. وحشتيني. معلم. تعال تعال ده في كلام كتير قوي. ها انبسطتي؟ قوي قوي. اشتريتي كل اللي نفسك فيه؟ حاجات تجنن تحفه. على فكره ماتاليدس بيقول لك انه ما قدرش يجيب لك غير 8 علب موجودين عندك هنا. معلش لما تبقي تسافري تكملي تصوير الفيلم يبقى هات الباقي براحتك. اديني واحد. لا انت بتعمل كده ليه؟ هو كل ده عشان الفيلم ولا مستخسرها فين؟ ابدا يا حبيبتي، ما هو كله ليكي، بس الخوف ما يكملوش الفيلم. بقول لك ايه؟ انت تروحي تستريحي عشان جاي من السفر، وانا هستنى شويه عشان في شويه شغل. طيب. ايوه شوكت. جت وجاب 8 علب بس. لا 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 لا، اما جس السوق وبعدين نحدد السعر. امال. مع السلامه. ازيك يا مرسي؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ما كانش مفروض تيجي تشتغل هنا ابدا. ليه؟ انت برضو مش هين عليا. انت برضو كنت انسي يا ست عفاف. ست عفاف؟ ليه كده يا مرسي؟ امال عايز انا اقول لك ايه؟ انت اللي طلقتني، وانت اللي اتهمتني باني دبرت لك التهمه. انا عفاف، انا عمري ما ظلمتك. انا كنت عايش في السجن وقلبي بيتقطع عليك، لكن لما جاني مشاوير وقال لي. قال لك ايه؟ مش وقت، وبعدين اقول لك. برافو يا مرسي، بس انت خد بالك وخليك صاحي، وخلي عفاف تعرف ان هم شايلوها اليومين في عيب المكياج. حرام نسيبها لعلاها يا مرسي. مع السلامه. مبسوط يا عفاف؟ واتبسط اكتر لو نفذت اللي اتفقنا عليه. يوم ما نحتفل باول عمل فني ليكي، يوم ما نتجوز. ساعتها تبقى الفرحه فرحتين. ايه رايك؟ موافقه. طب انا عايز بروفا. هو انت ما بتشبعش بروفات ابدا؟ انا ده انا ديبي. ايوه الحمد لله يا سعاده الباشا. لو عوزت حاجه ما تعالالي. كتر خيرك يا سعاده الباشا. مرسي. صباح الخير يا ستان. صباح النور. تعال. ايوه بس تعال بقول لك. اقعد. معلش. بقول لك اقعد. بعدين الباشا يجي. اقعد بقول لك، مفيش حد موجود. انت لازم تقول لي على كل حاجه بالظبط. شوف يا عفاف، انا من مصلحتي ان ابرع نفسي قدامك، وكمان الفت نظرك. يا منصور انا مستني منك ساعه الصفر. ده هو الوقت المناسب. مع السلامة. أعمل لك قهوة بيه؟ أعمل. حاضر. كل ده حصل وأنا معرفش. وإذا ما كنتيش مصدقاني اتأكدي بنفسك. مصدقاك يا مرسي. حط إيدك في إيدي. ربنا يقدرني وأنقذك وأنتقم لنفسي. ماشي، أشيل كله. بكام؟ زي السعر اللي فات. زي السعر اللي فات. المثل بيقول اللي فات مات يا معلم. يعني إيه يا باشا؟ ولا قهوة ليا قهوة المعلم. شوف يا معلم، أنت بتشرب قهوتك وبالسلامة.
بلاش من العمليه دي خالص. افهم من كده انك بيعنا. على العموم براحتك، بس برضه ما تنساش ان في عمليات شلناها وما جابتش وتحملناها. ما تنساش كمان ان السعر اللي فات اللي بتتكلم عنه ده كان تعويض مني، ومش كل مره هفضل اعوض. ثم انك يا اخي بتخبط عليه مسحوق كبير وجماجم وبرشام. المفيد هتديني بكام؟ شوف يا معلم، انا حسبت لك ان انا شريك، انا هاخد منك 50% زياده على السعر اللي فات، ولو ان في اللي عرض عليا الضعف. يا منصور بيه، السوق دلوقتي مش زي الاول. ما انا كمان مصريفي زادت، وما عندكش فكره بشتري الدولار بكام، وبتكلفني قد ايه العمليه لغايه البضاعه ما توصل. الزبون دلوقتي مش هو، التمثيليات والافلام توبوا ناس كتير، وبالاخص البرنامج ده اللي اسمه سلوكيات. بينه وبينك ما هو بلا ازرق برضه، والحكومه معاها حق في كل اللي بتعمله. بتحاربنا احنا مستوردين بكل الطرق، اديك بتقرا وبتسمع كل يوم، ظبطوا كام كيلو مخدرات، احبط محاولة تهريب كوكايين وهروين. عالم صح يا بقى. ما انت برضه ليك خططك يا باشا. ما انا المره دي برضه استغليت الفن. مش فاهم. معلش بكره هتفهم. قلت ايه في البيعه؟ وانا اقدر اكسر كلامك يا باشا؟ موافق طبعا. وانا مستعد. خلاص هتصل بيك ونحدد الميعاد. ماشي. ماشي. سلام. ها ايه الاخبار ده هزيم؟ تمام التمام يا باشا. تروح المخزن دلوقتي تاخد عفاف وتاخد عليها بالفيلم وعلى المطار عادي. من عينيا يا باشا. بس فكره ان انت تحط سبائك الذهب في علب الفيلم فكره الشياطين يا باشا. انت هتنط؟ اوعى البنت تفهم كده. ايوه يا باشا. وانا هستناك في الفيلا على التليفون اول ما تطلع الطيارة عادي. تؤمر يا باشا. مع السلامه. شربات يا ناس. جمادي. تعبانه. أنا خايفة يا مرسي. ما تخافيش، اعملي زي ما اتفقنا. والبوليس هيجي امتى؟ كل شيء معمول حساب. طيب افتح شطب. حاضر. بيت بلاد بسرعه. بقول لك ايه، ما تتنقلش من هنا. حاضر يا مشاوير. حضر لك الخير يا اخويا. الحقوني هموت خلاص. مالك سلامتك؟ مصاريني بتتقطع. بس وطي صوتك. مش قادرة، وديني المستشفى دلوقتي حالا. طب هتكلم الباشا في التليفون. الباشا كمان. سلامتي. الو. ايوه انا. نعم حيط امك. مغص. العملية لازم تتم للادي. انا جاي بنفسي وهعمل لازم. الو، ازاي ده يا منصور؟ اتصرف، انا حصل منك تليفون تاني. في حاجة يا بيت؟ مصيبة، مصيبة لو ما سافرتش النهاردة. اعمل لك قهوة. احنا في ايه ولا في ايه؟ عايزك تروق، كل تأخيرة وفي أخيرة. إلا في الحالات دي، التأخير فيها يودي في داهية. عندك حق. اتفضل معانا، اتفضل على تحت يا فرج. حاضر يا فندم. ايه ده؟ بالبوليس وكان بيشتغل عندي؟ اما انا غبي بشاي. يلا يلا. اه اه يا جنبي. اه يلا فين؟ انا جوه بتلوى. يلا يا حر. لا انا عايز اروح المستشفى دلوقتي. يلا يا توتو. يلا الله. يلا خد على المطار وانا هخلي الشنطه تحصل. حاضر يا ريس. يلا على كده. سنيني كده عليا حتى. وليه التعب ده كله يا باشا؟ مين؟ مرسي؟ ايه اللي جابك يا مرسي؟ ايوه مرسي.
مرسي اللي سجلته ظلم انت والحقير اللي معاك، لكن ربنا يمهل ولا يهمل. بعد ما لميت الشوارع اتشهد على روحك، لازم تموت. وانت مين بقى بسلامتك؟ هقول لك. تعوز على خيبة الرجا. ربنا يخليكم لينا يا اخويا. بحبك يا عفاف. بحبك يا مور. You
Thank you.